أظهرت دراسة ميدانية شاركت فيها لجنة السلامة المرورية في المنطقة الشرقية أن نسبة التزام الآباء في حاضرة الدمام باستخدام مقاعد أمان لأطفالهم أثناء القيادة ما تتجاوز 27%. عبر رئيس اللجنة بالمنطقة الدكتور عبد الحميد المعجل عن قلقه البالغ من تلك النسبة، وأشار إلى أن معدلات وفيات الأطفال غير المقيدين في مقاعد الأمان أثناء الحوادث تزيد 7 أضعاف عن المقيدين. خلونا نستعرض أبرز الإحصائيات في هذه الدراسة. عينت الدراسة بيّنت أن نسبة استخدام حزام الأمان كانت كالآتي: بلغت نسبة استخدام حزام الأمان للسائقين من 43% إلى 47%، رغم كل اللي يعني المخالفات اللي قاعدة تصير النسبة ما توصلت إلى 50%، واللي يعتقد أنها كثير على اللي نشوفه، والنسبة اللي موجودة أظن أعلى من المتوقع. أما التزام الآباء باستخدام مقاعد أمان للأطفال لا يتجاوز 27%، يعني لهم حريصين على أنفسهم ولا على عيالهم، فلذات أكبادهم بطبيعة الحال وفيات الأطفال غير المقيدين في المقاعد يعني المربوطين بحزام الأمان تزيد 7 أضعاف عن المقيدين بالحزام، اللي يتحمل هالمسؤولية أكيد. والدرجة الأولى الآباء بالشقين، الآباء والأمهات أيضاً. للحديث عن هذا الموضوع ينضم لي هاتفياً من الدمام الدكتور عبد الحميد المعجل، رئيس الجمعية السعودية للسلامة المرورية. أهلاً دكتور عبد الحميد. أهلاً وسهلاً عليكم، سلام والمشاهدين جميعاً. حياك الله. الله حييك. النسبة تخوف يعني الآن اللي ما يلتزمون الآباء 27% في المنطقة الشرقية، صحيح؟ هذه صحيح، وهذه دراسة في عام 2007، لكن طبعا هو يعني صدر القانون في سنة 2000 وفعل في 2013، فعملت دراسة في 2007 وكانت النتيجة 27 يستخدمون حزام الأمان للسائق و12% للكرسي الأمامي، الكرسي الأمامي. ولكن بعد تفعيل النظام في 2013 تم عمل إعادة الدراسة في 2014 وتحسنت النتيجة إلى 43، من 43 إلى 47 بالنسبة إلى السائق، و30 بالنسبة للمقعد الأمامي، و12% للمقاعد الخلفية. وهذا التحسن يعني نتيجة يعني فرض النظام وعمل نقاط التفتيش، فتحسنت هذه النتيجة. بس ترى احنا قاعدين نتكلم على الآباء يعني أو قائد المركبة أنه هو يعاقب، بس لما نحط الطفل مع أمه ترى الموضوع عادي، يعني في الغالب رجال الأمن ما يقولون شيء، ترى هذه يعني مصيبة أكبر. طبعا يعني الدراسة الحقيقة هي أشمل من كذا، وكذلك شملت الدراسة استخدام كراسي الأطفال، ووجدت أنه 70% لا يضعون أبنائهم في المقاعد الخلفية في كراسي الأطفال. وطبعا درسنا ليست فقط إحصائية، فهم الآباء، فالأمهات يرون أنه الطفل عندما يكون في حضنهم وبين أذرعهم أكثر أمانا من كرسي الأمان. صح. صح. في احنا عندنا مشكله يعني انه الكراسي الاطفال يقول لك تشوه منظر السياره، فيقول لك تدري خله ورا، هذا الكويس مره يخلي ولده ورا، بس ما عنده حتى مقعد انه يجلس عليه. هذا صحيح، ولكن النسبه الكبيره الحقيقه خصوصا من المقيمين يرون انه قيمه الكرسي يعني غاليه ولا تستاهل يعني وضعه في السياره. طيب احنا ما عندنا فكره يعني جديده ان نفرض يعني بعد هالدراسات انه تجينا بعض الافكار انه يكون في كراسي مهيئه اصلا، يعني ما غير اللي نشتريها، انه السياره تكون اصلا جاهزه انه يكون مقعد طفل، في هالافكار جاتكم او شيء؟ هذه يعني واحده من الافكار اللي طرحناها، والفكره الثانيه دعينا الغرفه التجاريه ان تكون هدايا المحلات والشركات هو توزيع كراسي اطفال بدل من الهدايا الاخرى. طيب الآن الأمهات اللي قاعدين يعني يحطون عيالهم في حضنهم وقت قيادة السيارة تعرضوا للحوادث أو للوفاة مباشرة، هذه عالية جدا. كيف احنا نقدر نوصل للأمهات هذولا؟ كيف احنا نقدر نقنعهم بخطر ما يسوونه؟ والله يعني طبعا تحتاج إلى حملات يعني توعوية
لكن كذلك الدراسة يعني بينت أنه 66% يعرفون أنه عدم وضع الطفل في الكرسي هو يعتبر جريمة، و80% يعون أن هنالك قانون يخالف هذا، ولكن النتيجة 70% لا يلتزمون بسبب هنالك يعني مفاهيم خاطئة، وهذه المفاهيم الخاطئة تعالج بحملات توعوية يعني كبيرة ومركزة لتغيير السلوك. وتعرف الحملات التوعوية لتعلق في تغيير السلوك من أصعب الحملات التوعوية، حملات توعوية ويحتاج إلى نقاط تفتيش، ضبط مروري، أيوة، وتفتيش على هذا. ترى ما هو بشيء الحملات لو تسوون من اليوم إلى 20 سنة قدام حملات توعوية ما تمشي كثر ما إذا كان في عقوبة، يعني في غرامة مالية، لأن الطفل هذا جالس في مكان غير مكانه. هذا صحيح. هذا صحيح. طيب الآن الأطفال اللي قاعدين يعني يجلسون في مع أمهاتهم في السيارات مع أبائهم في الخطوط الطويلة، هذول أيضا معرضين نعم. للخطر، والآباء أيضا يعني أجرموا بحق عيالهم كونهم حطوا لهم الكرسي هذا وراء. هل في أفكار عند المرور يعني أنتوا رفعتوها وكذا تكون الأسعار حقت المقاعد الأطفال هذه في متناول الجميع، لأنها ترى غالي سعرها أيضا خصوصا لمستوى الأمان فيها عالي؟ صحيح يعني غالي، لكن احنا يعني حثينا الشركات، تعرف الشركات سنويا عندهم هدايا وجوائز، فحثينا الغرفة التجارية الحقيقة، خاطبنا الغرفة التجارية بهذا الموضوع، وحتى الشركات أن تكون هداياهم وجوائزهم هي كراسي الأطفال. طيب أنتوا تكلمتوا في الدراسة هذه عن المنطقة الشرقية، أتصور أن المنطقة الشرقية تكون أعلى من من من, من غيرها يعني في استخدام الحزام. هذا صحيح. أي أتصور في مناطق المملكة الأخرى في يعني أرقام أعلى. هذا صحيح، حتى يعني لو تشوف النسبة من 43 إلى 47 في المنطقة الشرقية، فوجدنا مثلا في منطقة الدوحة والدانة اللي هي غالبية موظفين أرامكو، وجدنا النسبة أعلى من كذا بعد كذلك. صحيح. نعم. الله يكون بعونكم أخوي عبد الحميد المعجل، رئيس لجنة السلامة المرورية في المنطقة الشرقية، والفكرة إن شاء الله أنها يعني تتبلور أكثر عند المرور بحيث أن نحافظ على عيالنا في السيارات، واللي يمكن أنا واحد من اللي يقومون بهالخطأ. شكرا جزيلا لك ويعطيك العافية.